في أمسية شعرية تعانق فيها الشعر والموسيقى التقى الجمهور السوداني بالشاعرة المبدعة والتي أطلت على ساحة الشعر السوداني نهلة محكر في أمسية كانت قادرة على أن تثير فيها المشاعر وتلهبها تحت جمر قصائدها التي تترافق الحروف في مفرداتها تمتع جمهور الثقافة والشعر من أبناء الجالية السودانية وغيرهم من الجاليات الأخرى في مدينة العين. أفراد الجالية السودانية تدافعوا إلى هذه الأمسية التي تفاعلت فيها الأحاسيس بالآفاق الروحانية وتناغمت الكلمات مع متابعة الجمهور الذين التقت بهم السبل في بيت السودان فدخلوها في صحيان. كانت أمسية شعرية باذخة المعاني وملتقى للوعد الثقافي لأبناء الجالية تم تنظيمها من قبل لجنة الثقافة والفنون في الجالية. الشاعرة نهلة محكر أمتعت الجمهور بكلماتها وبقدرتها على حشد دواخلهم المتعطشة للشعر، وكما استطاعت أن تبرز ملامح تجربتها الشعرية. تعتبر الشاعرة نهلة محكر ظاهرة شعرية مليئة بالإثارة والتفاصيل، وهي إذ تعود إلى عشها في الفاشر كطائر أتعبه الترحال بحثا عن فضاء يضج بالحرية واستقلال لا تقيده الأنساق وتمرد ظل ملازما لها منذ حبت في بواكير صباها في رمال الفاشر. أشعارها كأنما كان لها ثأر مع الصحراء أنا والحنين ورفيقاتها وقصائد أخرى. لأن الشعر عندها هو داخل وخارج الأوزان والتفعيلات فهو شيء أكثر عمقا وجمالا. تمتعت الشاعرة نهلة محكر بالحرية والموقف والمعرفة وأظهرت أنها مدركة للتجارب الأخرى، فهي تستحق تلك الحرية وذلك الالتفاف من الجمهور حولها، فكل الأشكال التعبيرية ذابت في تلك اللحظة الحميمية التي لا يمكن تصورها أو التعبير عنها إلا كما نشاهد.